كما ترتبط مصر وفرنسا بعلاقات اقتصادية قوية ومتينة مثلت قوة دفع لعلاقة سياسية راسخة بين البلدين. وتشير الأرقام إلى أن مصر تعد من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الفرنسية التي تبلغ نحو 5 مليارات يورو. علاقة اقتصادية متينة ومتنامية تجمع مصر وفرنسا تمثل قوة دفع إضافية لعلاقة سياسية راسخة بين كل من القاهرة وباريس، علاقات شهدت تطوراً كبيراً على كافة المستويات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجاء التعاون الاقتصادي بين البلدين ليتوج تنسيقاً وتفاهماً كبيرين على المستوى السياسي. تشير الأرقام إلى أن مصر تعد من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمار الاستثمارات الفرنسية، حيث تناهز جملة استثمارات باريس في مصر قرابة 5 مليارات يورو، وهناك نحو 165 شركة فرنسية تعمل في مصر توفر ما يقرب من 40,000 فرصة عمل. الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر تعزز خلال الآونة الأخيرة في مشروعات البنية التحتية والتصنيع والمجال الزراعي والقطاع الدوائي والسياحة، ويعد قطاع النقل أحد جوانب التعاون كبير على المستوى الاقتصادي بين مصر وفرنسا. وقد وقعت الحكومتين المصرية والفرنسية اتفاقا لتمويل وتوريد 55 قطارا جديدا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة. كما تعد الوكالة الفرنسية للتنمية الذراع الفاعل لتوطيد التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، حيث أثبتت الوكالة أنها شريكاً هاماً وعنصراً أساسياً في توطيد العلاقات بين البلدين. وتقوم الوكالة باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات المالية لدعم الحكومة المصرية بشكل حثيث ومستدام لتحقيق الأهداف طويلة الأجل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. علاقات اقتصادية راسخة تسعى كل من القاهرة وباريس لتعزيزها وزيادتها بما يتناسب ومستوى العلاقات السياسية بين بلدين صديقين وحليفين.